متتبعي قناة فاسبريس مرحبا بكم في النسخة السابقة لمجلس مدينة دار بدا في العهد تاع السي عبد العزيز العماري. تقرر إخراج الشرطة الإدارية في محاولة يعني للمساهمة في تحرير الملك العمومي، المشكل الكبير اللي تعانيه مدينة الدار بدا، يعني في أي منطقة كاين المشكل تاع احتلال الملك العمومي. ولكن مع تولي السنوات ظهر بأن الشرطة الإدارية على مستوى هذه المدينة هذه ما مشاش بالشكل اللي كانت يتوقعوه عدد كبير من سكان مدينة الدار بدا. علاش وشني اختصاصات الشرطة الإدارية؟ فين مجال التدخل ديالها؟ من تبدا وفين تنتهي؟ هذا الشيء اللي غنشوفوه مع مجموعة من المنتخبين في مدينة الدار بدا بمناسبة انعقاد الجلسة الثانية لدورة أكتوبر 2023. سي حسن، الدار بدا دارت الشرطة الإدارية تقريبا واحد 5 سنين، ولكن الأثر تاع الشرطة الإدارية كما تيقولوا بعض الناس يعني ما كانش على الأرض الواقع، علاش في رأيك؟ اولا اغلبيه ديال الشرطه الاداريه اللي كاين دابا كلهم موظفين ديال الجامعه، حنا تعرف الموظفين ديال الجامعه الان دابا كلهم كبروا في السن وكبروا داكشي الاخيره، وكان عندهم واحد التربيه خاصه، اذا ماشي هذا غريب تجيك شركه وغدير شي حاجه غيديروا داكشي اللي مولفين يديروا، غير هما كانوا عاديين ودابا لبسوا لهم واحد التوني بلا ما نقولوا شنو تيدار وشنو كيفاش تيدار، حنا عارفين شنو كاين. لهذا الشرطه الاداريه بالنسبه لنا هذا مشروع فاشل بغينا ولا كرهنا، لان المواطن، المشكل اللي عند المواطن دابا الان وهو المشكل اللي عند دابا، اولا ما عندوش واحد الثقافه ديال يطبق القانون في الملك العمومي وهنا في ليجيان وداكشي الاخير، هادو تيستغلوا الفرصه، عنده واحد البلاصه مولف تيمشي ليها مره الزنقه السيمانه الاخرى تمشي الزنقه اخرى، ما تبقى تيحضروا مثلا مع السلطه، فاذا كان شي حاجه تستعني بهم القيد تيقول لهم بحال تيديروهم شهود بالعربيه. ولكن واش المجلس وفر التكلفه الماليه لهاد الناس هادو؟ واش شحال التكلفه؟ المجلس دار في المجلس اللي قبل ما ربما في 2018 فاش دار، ماشي كاع داك الشيء اللي خصهم غيدار يدار، من السيارات ومن التليفون ومن كل شيء كاين، وفي حال في الحقيقه السكن البيضاوي كانت بشرات خيرا بان هو على الاقل تكون شي حاجه اخرى، ولكن من دابا الان ما كاين حتى حاجه، كاين ناس لابس ركبين الطوموبيلات لابسين التونس يديروا شي حاجه، شنو تيديروا لحد الساعه بالنسبه لي ما تيديروا حتى حاجه. سي فهم، قضيه تاع الشرطه الاداريه في الدار البيضاء، البعض يقول بان من الاسباب تعثر تاع التجربه هذه هو ان ما كانش واحد السيوله ماليه توفرت لهاد الناس هادو، واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ لا، اولا شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الموضوع. المساله ما كتعلقش بتوفير سيوله ماليه باش نقوموا بالدور ديالنا والمنوط بهذه الشرطه الاداريه اللي تحدثت هذه اكثر من 6 سنوات. الامر يتعلق باراده سياسيه اولا ثم اراده اداريه تقنيه. فأنا ما كيبانش ليا بأنه دائما العائق هو الإمكانيات المادية بقدر ما أنه الإرادة سواء كان سياسية أو تقنية هي المعيق الأساسي في أي عملية من أعمال هذا المجلس. فكنتمنى إن شاء الله أنه الضفر الجهود من أجل توفير الإمكانيات المادية إذا كان هذا هو يعني الطلب ديال هذا الجهاز، وكذلك الإرادة السياسية بالتعامل ديالها مع هذا الجهاز التقني من أجل تقديم خدمات تكون في المستوى تليق بمدينة الدار البيضاء. وأنت واش تعتقد بأن الشرطة الإدارية تقدر دير هذه المهام اللي على خاصة على مستوى تحرير الملك العمومي، تسجيل المحاضر، واش هي قادرة دير هذا العمل؟ لا، أنا هنا قلت لك إذا كانت الإرادة السياسية هي قادرة، لأنه الشرطة الإدارية ما هي إلا آلية لتنفيذ السياسة ديال المجلس المنتخب وخاصة المكتب المدبر لهذه المدينة. البعض يقول بأن اختصاصات الشرطة الإدارية غير واضحة في مدينة الدار البيضاء، واش تتفق مع هذا الرأي ولا لا؟ يعني مجال التدخل تاع الشرطة فين تتبدا وفين تتسالي؟ الشرطة الإدارية هذه تجربة جديدة على مستوى التدبير الشأن المحلي، مجموعة ديال الاختصاصات اللي كانت عند المجالس تحولت للشرطة الإدارية، مع الأسف أن الاختصاصات ديالها محدودة، كتقوم بدور المراقبة، ما عندهاش اختصاصات وسعة، ما عندها صفة تقريرية، عندها اختصاصات محدودة تتم المراقبة، تحرير محاضر، إحالتهم على رؤساء المقاطعات للتوقيع، لأن طبعا كل رئيس مقاطعة فهو المسؤول المباشر ديال الشرطة الإدارية اللي تابعة لدائرة النفوذ ديالو. المآل ديال هاد التقارير فين كتبقى؟ واش كتحال على واش عندها صبغة تقريرية بمعنى أنهم اللي كتمشي للمعني بالأمر
واش هو ملزم بتنفيذها ولا ما نفذهاش في واحد الاجل فهو كيتسائل عليها. هذا الامور هذه غير واضحه، وبالتالي انه طالبنا بعقد لقاء في اطار لجنه دائمه او في اطار يوم دراسي لتداول في هذا الموضوع ديال الشرطه الاداريه.